الشرق الاوسط كانت عامله تقرير عن واحد سيوه، تقرير في منتهى الروعه، لؤلؤه الصحراء الغربيه المصريه، وعن طبيعه هذه الواحه واحد سيوه، وانه ربما اهم ما في التقرير مع تفاصيل كلنا نعلمها عن هذه الواحه، انه معظم فنادق هذا المكان بيفصلوا عن الانترنت تماما، ويخلوا الانسان يعيش في حاله استرخاء بعيدا عن صخب العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من ثوره الانترنت.